مساء الفل، ناقص يومين والبوم عمرو دياب بينزل اخيرا. عملنا فيديوهات كتير قوي عن الالبوم ده، وفي حاجات قلناها صح وفي حاجات قلناها غلط وفي توقعات حصلت، بس الحمد لله يعني كنا على 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 قد مستوى المعلومه. يعني لما بنقول حاجه بنسبه كبيره بتحصل لان بنعرف من كذا خبر او من كذا حد، او في استنتاج مثلا بسبب خبر معين الكلام ده. بس في حاجه دلوقتي محدش خد باله منها، مثلا هو هل عمرو دياب هيصور فيديو كليب ولا لا؟ عمرو دياب اخر فيديو كليب ليه كان في 2016، من 4 سنين، وكان معاك قلبي، وانا يعتبر بالنسبه لي ما كانش فيديو كليب اصلا، يعني هو كان حاجه كده مش عارف، كان متصور مش عارف ليه اصلا. والناس مشتاقه ان هي تشوف عمرو بيصور حاجه دراما، يعني نفسي مثلا يصور هيعيش يفتكرني. دي ده لو بعديها، لو الاغنيه بس الدقيقه اللي نزلت هتنجح، هي نجحت اصلا. فمش عارف الفكره دي، معرفش عمرو هو تقريبا ما بيعترفش دلوقتي بالفيديو كليب كنوع من انواع التسويق، لان هو الموضوع بيزنس قوي. لكن هو لو كجمهور اكيد عايزين نشوفك، اكيد عايزين نشوفك في فيديو كليب، يعني حرام برج الحوت ومش عارف ايه وقلبي اتمناه ونغمة الحرمان، البوم بتاع معدي الناس ما تصورش منه حاجة. الالبوم بتاع كل حياتي كله بقى، يعني الاغاني كلها حلوة، باين حبيتي تعلمه، وانت مغرور، كنت في بالي، يعني هقولهم كلهم، يا ساحر، كله حلو. يعني كان لو كان صور اي اغنية كانت نجحت، اي اغنية فيه. بعد كده الالبوم اللي مش البوم، اللي هو انا غير، مليون اغنيه نجحت من غير هو عمرو مش محتاج يصور مبدئيا، يعني عمرو بينجح لان احنا كلنا وراه، يعني احنا بنحب عمرو قوي وبنحب صوت عمرو على اي اغنيه، وزائد ان هو بيختار دلوقتي كلام. لا ده انت ده تحدي جديد بقى مع نفسك، يعني ده تحدي جديد انت بتعمله، مش مجرد بتعمل اغنيه عشان انت عمرو دياب وخلاص. لا يعني هو مش مطرب، انا اسف في اللفظ، يعني مش مطرب بركه، اصل مطرب البركه ده اللي هو ايه، مطرب كبير ونازل بالبوم عشان الناس، عشان هو مطرب كبير بس، يعني عشان الناس عايزه تشوف تسمع صوته بس. وفي مطربين كبار وعلى نفس مستوى عمرو بيعملوا كده، نزل البوم كده في اللذيذ، لكن عمرو تحدي، عمرو كانه بيعمل اول البوم في تاريخه مثلا بس. لكن الفيديو كليب انا بس يعني مش يعني اتمنى يكون في حاجة، يعني اتمنى يكون في حاجة، يعني اخر كليبين مثلا كانوا ايه، كانوا يا جماله، صح؟ يا جماله، او الله على جماله، ومعاك قلبي، الاتنين مش حلوين، يعني جماله شوية، ها شفنا عمرو شوية، يعني شفناه من بعيد كده، والليلة حبيبي الليلة عمرو دياب، عمرو وناس بترقص جو ليل نهار، بس احنا عايزين نشوف بقى عمرو بقى، يعني عايزين دايما الناس فين انا عايش ومش عايش فين، حتى نقول ايه لما اتعملت حلوة قوي عشان المخرج اللي كان عاملها هو مروان حامد كان عامل، نقول ايه. وعلى فكرة الأغنية بتاعت معاك قلبي كان مخرج كبير برضو، أنا آسف أنا نسيته، يعني نادرا لما بنسى حد، مش فاكر المخرج اللي هو جوز ياسمين رئيس، والله نسيت اسمه، معلش بقى. ده مخرج كبير وعمل فيلم واحد صحيح لاني سلامة، ومخرج ليه رؤية يعني. لكن مطلع عمرو عنده 80 سنة، يعني مطلع عمرو شكله كبير قوي. فهي الفكرة في كده، يعني برضو ما كانش فيه، يعني انا قلت البوستر حلو وكل حاجة، بس يعني استال عمرو، يا عمرو يعني ربي شعرك، يعمل اي حاجة، يعني البس اكستنشن حتى، يعني اي حاجة، اي حركة، اللبس بلاش اللبس السيمبل، عارفين ان انت تحب الكلاسيك والسمارت كاجوال والحاجات دي، يا عم ادي حركة. ده انا نفسي اشوفك، بس اقولك يعني اقولك حاجة واحدة، ان لو لبست تيشيرت وخرمه من النص مثلا
وحاطط عين حرف ده هيتباع يعني، ده هيبقى ترند. انا عايز عمرو يرجع ترند كلبس، هو ترند كاغاني طول عمره، بس عمرو ترند كلبس الموضوع وقف من 2007 2005 كمان ولا 2004. الفيست بتاع اسمه ايه ده بتاع ليلي نهاري ابو حمالات، معدي الناس كان جاب قميص انا جبته على فكره، انا اشتريته من نفس البراند في مول الامارات. ف يعني عمرو ما ينفعش كده. المهم يعني الواحد مبسوط قوي قوي ان مفيش اغنيه نزلت في الالبوم ده، وان احنا هنسمع البوم كامل يوم الاربع، وهنستنى حته لهفه البوم عمرو دياب لسه عندي، وانا مستني ومبسوط جدا بالموضوع ده. اتمنى الكليب ينزل مثلا بعد اسبوعين ثلاثه مثلا، ويكون متجهز ومتظبط وكل حاجه، اتمنى يعني، وتكون حاجه دراما حلاوه. وشوف ونشوف مخرج بقى يعني، مخرج كبير بقى كمخرج عربي يعني. بس وربنا يسهل ونشوف حاجه مختلفه يعني. لو عجبك المحتوى اشترك في القناه وفعل الجرس، لو ما عجبكش اشترك في القناه وفعل الجرس برضو بصراحه يعني. لو ما عجبكش المحتوى شوف الفيديوهات اللي فاتت، وشوف برنامج تذكرة سينما، ولو ما عجبكش الاثنين يا عم انا اسف، بس يعني باذن الله هيعجبك يعني. انا في فيديو عامله لفيلم لعادل امام ومحمد امام، واستاذ رامي امام رد عليا على الانستجرام قال لي هو على فكره مفيش فكره خالص كده بتتعمل، انا صريح، هو قال لي الكلام ده يعني مش حقيقي اللي انت قلته يعني، شكرا لمجهودك وكده، بس الكلام ده مش حقيقي والكلام ده. بس قلت له يعني اوكي ماشي مفيش مشكله، بس انا متوقع ان هو يبقى حقيقي. خلينا نشوف الايام تثبت، يمكن اكون غلط وساعتها عادي يعني، انا ما يعني ما سجلتش فكرتي في الشارع العقاري يعني، بس لو صح ابقى سويت ماشي. المهم اشوفكم على خير وفيديو جديد، ولما البوم عمرو ينزل بقى نشوف الدنيا ايه.